وزير الخارجية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يبحثان بالقاهرة مساعي إحياء عملية السلام لإقامة الدولة الفلسطينية. مصر تستقبل أولى شحنات عقار إيبوشيلد الذي طورته أسترازينيكا لعلاج مصابي فيروس كورونا. وفي أخبار الاقتصاد نتابع. وزير البترول يعلن بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدين بحقل ظهر خلال أشهر قليلة. تفاصيل الثانية أهلا بكم. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل رجوب آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن اللقاء الذي عقد في القاهرة تناول سبل مواصلة دعم مصر للأشقاء في فلسطين ومناقشة المساعي المبذولة لإحياء مسار عملية السلام سعيا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، جهود مصرية متواصلة ومكثفة لإحياء مسار عملية السلام سعيا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كيف تقرأ هذه الجهود في سياقها الزمني؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني الجهود المصرية لا تتوقف من أجل ليس فقط إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن في كل الملفات التي تتعلق بالشعب الفلسطيني، في قضية المصالحة الداخلية الفلسطينية، في مسألة إعادة أعمار غزة والتي بدأتها مصر وحدها دون عن أي دولة في العالم، وأيضا مسألة التهدئة في قطاع غزة، كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. لكن لقاء اليوم بين السيد سامح شكري والفريق جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، هذا اللقاء يأتي في سياق التمهيد للقمة العربية المقبلة، المجهودات الكبيرة التي تبذلها مصر الآن لتحقيق المصالحة قبل القمة العربية، وأيضا لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بين الفلسطينيين والإسرائيليين هناك جانب في الحكومة الإسرائيلية يعني يؤيد عودة المفاوضات ويؤيد تخفيف الحوار، عفوا تخفيف الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين سواء في الضفة أو القدس أو غزة، وهذا الجناح في الحكومة الإسرائيلية الذي يقوده يائير لبيد وزير الخارجية وبني جانتس وزير الدفاع متواصل مع مصر ويعني ومع اطراف كثيره حول العالم من اجل تحريك عمليه التفاوض والدخول في محادثات تسويه سياسيه. مصر تشجع هذا الاتجاه، مصر تشجع رغبه السلطه الفلسطينيه في الحل السياسي التفاوضي، ومصر تحاول يعني جسر الهوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنه من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري، لا يوجد حل بالقوة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي العربي الإسرائيلي، لابد من الحوار، لابد من الضغط على إسرائيل، لابد من الضغط على المنظمات العالمية والدول الكبرى لكي تجبر إسرائيل على الاستجابة للقرارات الشرعية الدولية، القرارات الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس، ومصر تقود كل هذه المجهودات بالتأكيد بالتنسيق مع الدول العربية الأخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. من جانبه طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإدارة الأمريكية بالعمل على عقد اجتماعات للجنة الرباعية الدولية تمهيدا لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية. وخلال مباحثات هاتفية مع الرئيس عباس، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية،
كما أكد بلينكين التزام واشنطن بحل الدولتين وبالعمل على خلق أفق سياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معربا عن رفضه الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان واعتداءات المستوطنين والاحتجاجات في مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى طرد سكان وهدم منازلهم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 35 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية. من جانبه أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 20 من المعتقلين من مخيم الأمعري في رام الله. تلك الانتهاكات الإسرائيلية في ظل استمرار انتشار وباء كورونا وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى، إلى جانب تعريض قوات الاحتلال حياة المعتقلين للخطر عبر أدواتها القمعية والتنكيلية. استقبلت مصر أولى شحنات عقار إيفوشيلد الذي طورته شركة أسترازينيكا لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا. ويعمل العقار الجديد على توليد الأجسام المضادة طويلة المفعول لدى المرضى الذين يعانون من نقص شديد في استجابتهم المناعية. هذا وقد أكدت وزارة الصحة والسكان أن أي دواء لكورونا يتم الموافقة عليه عالميا ويخضع للدراسة السريعة في مصر تمهيدا لاعتماده وإتاحته للمواطنين. كانت مصر قد بدأت إنتاج عقار مانوبيير إيفير لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من إصابة فيروس كورونا، لتصبح مصر الأولى بالمنطقة في إنتاج هذا العقار المضاد لكورونا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أهلا بك دكتور إسلام. وفي السؤال الأول لابد أن نطرح، ما مدى أهمية هذا العقار إلى جانب لقاحات كورونا في جهود الدولة للتصدي للفيروس؟ أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ جهان وللمتابعين. هو عقار إيفوشيلد حاليا مهم جدا لتكملة الصورة مع اللقاحات. طبعا احنا عارفين اللقاحات بتدي مناعة عن طريق احنا بنعمل استجابة لجهاز المناعة، كان ان هو يكون اجسام مضادة لو جاله لا قدر الله الفيروس نفسه، يبقى جهاز المناعة مستعد. بعض الناس عندهم مشكلة في الاستجابة للقاحات، يا اما ان جسمهم بيعادل اللقاح بسرعة فما يبقاش عندهم مضادات اجسام، أو لا يستجيب للذاكرة المناعية، أو عنده ما يمنع إن هو ياخد اللقاح، سواء كان بسبب حساسية من مواد اللقاح أو بسبب إن هو ممنوع من أخذ اللقاح بسبب مرض مناعي. دول ما بياخدوش لقاحات على الإطلاق، دلوقتي يقدروا ياخدوا مضادات أجسام جاهزة، بدل ما أديهم لقاح أديهم مضادات أجسام جاهزة، فهي بتتاخد ليفاشيل بتاخد للشخص السليم على سبيل الوقاية. طبعا بيدي مضادات الاجسام بتدي مناعه لمده تقريبا 6 شهور عن طريق حقنه موجود فيها حاجه بيسموها لونج اكتنج انتي بودي او مضادات اجسام طويله المفعول، وزي ما قلنا بتقعد 6 شهور. وعموما الحقنه للال اي دي هي مزيج من نوعين من الال اي دي او مضادات الاجسام، سواء كانت التكسابيوماب او التلجابيوماب. وإن شاء الله بإذن الله التعاقد تم مع أسترازينيكا، ودلوقتي هيئة الدواء المصرية بتسجل الإيفوشيلد عشان يطرح بإذن الله، بعد ما تفضلت بالضبط في المقدمة من إنتاج مولن برافير من إنتاج شركة ميرك شارب أند دومان الأمريكية. هل هذا العقار يصلح لجميع الفيروسات؟ يعني لو قلنا هو موجه لفيروس كورونا 19 أم ممكن أن يساهم أيضا في أن يكون أو يسبب المناعة من متحور أوميكرون وجميع المتحورات التي تلت أوميكرون؟ هو موجه لفيروس سارس كوفي 2 من عائلة كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 بكافة التحورات. طبعا كل متحور بيبقى ليه نسبة استجابة مختلفة
اوميكرون بيبقى اقل في طبعا الحمايه عن بقيه التحورات، وهو حاليا اوميكرون هو المتحور السائد، ولكن حتى الان الحمد لله المناعه اللي موجوده من ايفرشيلد لاوميكرون تصل تقريبا في حدود 80% منع من دخول المستشفى، وهو ده المهم. مش اشكال يجي اصابه خفيفه، اعراض خفيفه ممكن الى حد ما متوسطه، ولكن هو المهم في اخذ سواء اللقاح او الدواء الواقي زي ايفرشيلد ان هو يقلل دخول المستشفى. اللقاحات بتقلل دخول المستشفى 50%، ايفرشيلد بيقلل دخول اللقاح دخول المستشفى تقريبا 80%. هل بإنتاج هذا الدواء يمكن ان نقول ان الجائحه قد انتهت؟ مش فقط بإنتاج هذا الدواء، يعني بوجود اللقاحات باختلافها، ان شاء الله في مارس هيبقى في لقاحات منتجه خصيصا لاوميكرون، بوجود ايفيتشيلد، بوجود مضادات الفيروسات زي مولنا برافير والباكسولفيد وخلافه اللي مصر برضه تعاقدت عليهم، زائد ان اوميكرون نفسه اقل في الشراسه من دلتا ب 50%، صحيح انتشاره عالي فلازم كلنا ناخد بالنا، لسه في حالات بتخش المستشفى، لكن كل اللي انا ذكرته ده مخلينا مطمنين ان شاء الله بنهايه 2022 ممكن تكون نهايه الجائحه وليس نهايه المرض. يعني نحيد كوفيد 19 بحيث ان هو يكون مرض وفياته قليله زيه زي الانفلونزا، ما يبقاش جائحه عالميه ولكن ينتقل الى مصاف الامراض الموسميه بتاخد له لقاح كل سنه زي الانفلونزا، وان شاء الله ممكن على 2023 نكون رجعنا لحياتنا الطبيعيه. دكتور اسلام معلن استاذ علم انتشار الاوبئه كنت معنا، شكرا لحضرتك. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان تسجيل 2223 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة أمس. أفاد البيان اليومي للصحة بارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى أكثر من 358 ألف حالة، وذلك من أصل نحو 426 ألف حالة أصيبوا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة. هذا وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها ومتابعة الموقف أولا بأول ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. عالميا أعلنت جامعة جون هوبكنز ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 378 حالة، وتخطى الوفيات بالفيروس حاجز 5 ملايين حالة. وسجلت روسيا زيادة قياسية للمصابين بالفيروس بنحو 126 ألفا خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 90 ملايين. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 167 ألف حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى أكثر من 41 مليونا، بينما سجلت كوريا الجنوبية أعلى حصيلة من الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إثر انتشار المتحول أوميكرون التي بلغت قرابة 18 ألف حالة. إلى الشأن الليبي، حيث كلف مجلس النواب الليبي بالبدء في إجراءات تلقي ملفات الترشح لرئاسة الوزراء والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة. وطالب النواب الليبي بإخطار لجنة خارطة الطريق بملفات الترشح للتشاور مع مجلس الدولة وعرض النتيجة على المجلس في جلسة 7 فبراير الجاري للاستماع للمرشحين على أن يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال جلسة 8 فبراير. وإلى الملف النووي الإيراني، حيث قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن العودة لاتفاق النووي تدخل مرحلة اتخاذ القرارات السياسية الصعبة من جميع الأطراف. ودعا المسؤول الأمريكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن للمساعدة في إبرام اتفاق، ومحذرا من أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من تحقيق اختراق نحو امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية. كما شدد المسؤول على أن واشنطن مستعدة للتعامل مع احتمالية اختيار طهران عدم السير في طريق الامتثال للاتفاق النووي.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العمل على زيادة حجم جيش بلاده إلى 100,000 جندي خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيدا بالدعم العسكري والدبلوماسي الذي تتلقاه بلاده في هذه المرحلة، واصفا إياه بالدعم الأكبر منذ عام 2014. تزامنت تصريحات الرئيس الأوكراني مع زيارة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى كييف للتأكيد على دعم لندن لأوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية المتصاعدة. ودعت الحكومة البريطانية موسكو إلى التراجع والدخول في حوار للتوصل إلى حل سلمي وتجنيب المزيد من إراقة الدماء. وفي غضون ذلك، طالب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة بتشجيع الحكومة الأوكرانية على تنفيذ اتفاقيات مينسك بدلا من تأجيج الأزمة. وأكدت روسيا رفضها التراجع عن مواجهة التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها، محملة واشنطن مسؤولية التوتر الراهن حيال أوكرانيا. يأتي هذا في الوقت الذي تلقت فيه الخارجية الأمريكية ردا خطيا من موسكو يتضمن ملاحظات الكرملين على جواب خطي سلمته واشنطن إلى روسيا الأسبوع الماضي. احتشد الآلاف في العاصمة نايبيداو لدعم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار. يأتي ذلك في الوقت الذي يسود فيه إضراب رسمي بالصامت أو سمي بالصامت في ميانمار، ويشهد إغلاقا للشركات والبقاء في المنازل تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي الجيش مقاليد السلطة في البلاد عقب الإطاحة بالحكومة على خلفية عمليات تزوير واسعة النطاق في صناديق الاقتراع. انتقدت ألمانيا قرار المجلس العسكري في مالي بطرد السفير الفرنسي معتبرة أنه غير مبرر، وشددت على وقوفها إلى جانب باريس. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك الطرد غير مبرر للسفير الفرنسي يؤدي إلى طريق مسدود، ودعت برلين إلى الحوار من أجل ضمان أمن مالي ومكافحة الإرهاب. وجدير بالذكر أن فرنسا التي تقود منذ 2013 تدخلا عسكريا في مالي ومنطقة الساحل قد تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولي العسكريين زمام السلطة في أغسطس عام 2020، وفي هذا البلد الغارق منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة. قتل متمردون 4 جنود سنغاليين فيما يحتجزون 7 رهائن في غامبيا بعد مواجهات حدودية الأسبوع الماضي. وذكر بيان للجيش السنغالي أن 3 جنود قتلوا خلال المعارك التي اندلعت في 24 من يناير بين الجيش السنغالي ومتمردين ما تسمى بحركة قوات كازامانس الديمقراطية. هذا وتوفي الجندي الرابع متأثرا بجروحه بعد بضعة أيام. وأضاف بيان للجيش السنغالي أن الحركة تحتجز 7 آخرين كرهائن. تتواصل فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل، وتحل اليونان ضيف شرف للنسخة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب. نتابع. تواصلت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 في يومه الخامس، حيث شهد جناح الأزهر الشريف إقبالا كبيرا من الزائرين. والتف الزائرون حول الطلاب المكفوفين الذين يحفظون كتاب الله، حيث عرض الأزهر أول نسخة من القرآن بطريقة برايل. الأزهر ديت نسخة تجريبية، أنها مطبع الأزهر الشريف،
وتوجيهات من فضيلة الإمام. والنسخة دي دمجنا فيها بعض التطورات، إن إحنا حطينا فيها لغة البرايل ووضعنا فيها لغة المبصر، بحيث إن لو المبصر بيعلم الكفيف يقدر يقرأ الآية واضحة قدامه. قرأت كتاب الله تعالى بهذا الأسلوب، وعرفت حروف العربية، وقرأت القرآن الكريم. أما المصحف المعطر فقد لفت أنظار الجميع، حيث تتم طباعته بكل صفحة على حدة وبجودة عالية. بقالنا من سنتين ونص أو ثلاث سنوات، وما شاء الله لك وقت إلا بالله، لقى قبول كبير جدا مع الناس، لا سيما كمان ان هم بعد ما اخذوه والريحة ظلت موجودة فيه يعني، فبقوا بيطلبوه على طول باستمرار يعني، لحتى اللي اخذ مننا من الطبعة الاولانية لازال لحد الان بيطلبوا. انا عرض بالنسبة لكتب التراث وكتب التفسير وكتب الاحاديث ومجموعة كتب عامة بعد كده، وطبعا مجموعة المصاحف جميع الاحجام بتاعتها. كان معرض القاهرة للكتاب قد انطلق بخمس قاعات عرض كبيرة وأكثر من 850 جناحا و1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا. من معرض الكتاب، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم تطلعها لخلق مزيد من جسور التواصل مع الشباب المصري في أستراليا. جاء ذلك خلال استقبالها الشيخ علاء الزقم، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن في أستراليا وعضو المجلس الإسلامي بولاية فيكتوريا الأسترالية، وذلك لبحث سبل التعاون في إطار البرامج والملتقيات التي تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، حتى يشاهدوا بأنفسهم ما يجرى في مصر في عهد الجمهورية الجديدة ويفتخروا بوطنهم. وخلال اللقاء هنأت نبيلة مكرم الشيخ علاء الزقم بحصوله على جائزة رئيس الوزراء الأسترالي للتعددية الثقافية، مثمنة دوره المؤثر في المجتمع الأسترالي فيما يتعلق بترسيخ قيم الوحدة والمواطنة وقبول الآخر. من جانبه أعرب الشيخ علاء الزقم عن تقديره واعتزازه لما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لربط شباب مصر بالخارج بوطنهم الأم. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، ومشددا على أن أعمال تأهيل الترع قد حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا من المهندس محمود السعدني، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، حول الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4180 كيلومتر بمختلف المحافظات. كما تلقى وزير الري تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 37 ألف حالة تعد، ومع ذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة. مشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون على مساحة تقدر ب 95 فدانا تجرى على مدار الساعة في إطار تطوير القاهرة التاريخية لتستعيد هذه المنطقة دورها الحضاري والثقافي. وتشمل المشروعات إنشاء عمارات سكنية وعدد من المتاجر السياحية والمطاعم ومباني تجارية وإدارية. نتابع. هذه المنطقة التي تشهد عملية تطوير وتحديث شاملة كانت فيما مضى مكانا لتجميع المخلفات. سور مجرى العيون لطالما عانى الإهمال. من منطقته تم رفع 1.5 مليون طن من القمامة تمهيدا لعملية التحديث هذه التي تشهدها المنطقة، ولتستعيد مكانتها كقلب للقاهرة التاريخية تعود لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي. المنطقة التي كانت مرتعا للمدابغ وعشوائيتها
تبدل حالها، تستعيد بالتدريج صورتها البراقة بعدما تم نقل عمال المدابغ إلى منطقة الروبيكي وتوفير سكن بديل لهم بمدينة بدر. مشروعات تطوير منطقة سوري مجرى العيون تتم بنحو 399 ألف متر مربع، ما يعادل 95 فداناً، وفق مخطط يشمل بجانب تنفيذ عدد من البازارات السياحية والمطاعم والكافيتريات وأماكن انتظار السيارات، يشمل إقامة عدد من العمارات السكنية تضم 1692 وحدة سكنية ب70 عمارة، يجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات بها. وعلى مساحة تصل إلى 51 ألف متر مربع يجري إنشاء مبنى تجاري إداري. أعمال تجري على مدار 24 ساعة، يشارك فيها قرابة 2500 عامل ومهندس ومشرف، يسهم كل واحد منهم في رسم ملامح الصورة التي وضع مخططها وزارة الإسكان والمرافق العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. واحد من المشروعات التي تجري في الكثير من أحياء العاصمة ليتم القضاء على عشوائيات انتشرت بها على مدار عقود ولتستعيد مجدها تنافس أرقى عواصم العالم. سوزا مصطفى، التلفزيون المصري. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد لنشرة الثانية، أهلا بكم. نبدأ من البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم، مدعومة بعملية شراء من جانب المستثمرين الأجانب والأفراد العرب. هذا وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.8% ليصل إلى مستوى 11578 نقطة. كذلك صعد المؤشران EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX100 الأوسع نطاقا بنسب تراوحت بين 1.3%. أعلن وزير البترول طارق الملا بدأ إنتاج الغاز من بئرين جديدين بحقل ظهر خلال أشهر قليلة. وأكد الملا أن شركات قطاع البترول نجحت في الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي واجهت صناعة البترول العالمية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار. كذلك خلال انعقاد الجمعية لشركتي بتروشوق وبتروبيل لاعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 21-22 والموازنة المقترحة للعام المالي 22-23، حيث أعلنت وزارة البترول أن شركة بتروشوق قاربت على وضع البئرين ظهر 15 وظهر 16 بالمنطقة الجنوبية بحقل ظهر على الإنتاج، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب سفير اليابان لدى القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل الرؤى حول آلية جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، وكذا متابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر. عبد الوهاب من جهته أوضح أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على تنفيذ جولة ترويجية للهيئة في عدد من المدن اليابانية لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، إلى جانب الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية للترويج للاستثمار، وذلك قبل منتصف العام الحالي. أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتكون ثاني دولة من الشرق الأوسط وإفريقيا تنضم لهذا المؤشر. وأكد معيط أن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورغان يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، كما أنه يعكس جهود الحكومة نحو خفض تكلفة الدين العام من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومي.
مصر داخل هذا المؤشر بحوالي 14 إصدار للسندات بقيمة 26 مليار دولار أمريكي. ده معناه أنه هناك فرصة للمستثمرين أن هم أيضا يعني يزيدوا من استثماراتهم ويتعاملوا مع استثماراتهم في مصر. برضو ممكن نتسأل طيب وده يعود بإيه علينا إحنا يعني بصفة عامة؟ خليني أقول أنه دايما لما بنعمل الموازنة العامة للدولة فيها إيراد وفيها مصروف. احنا دايما علشان نعمل تمويل لكل المشروعات اللي احنا شايفينها، لكل الانفاق اللي بنعمله، فبنبقى عاوزين نصرف اكتر، يعني عاوزين نخلق وظائف اكتر للناس، يبقى لازم نصرف اكتر، لانه الناس عشان تتعين لازم مرتبات، علشان يبقى في فرصه عمل في مشروعات يبقى لازم في تمويل للمشروع ده. ده بالاضافه الى انه احنا عاوزين نحسن من الخدمات للناس، وبالتالي فاحنا عاوزين نعمل مشاريع اكتر عشان تحسن لهم الخدمات. ختام الثانيه، وهذا تذكير باهم ما جاء بها من عناوين. وزير الخارجية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يبحثان بالقاهرة مساء إحياء عملية السلام لإقامة الدولة الفلسطينية. مصر تستقبل أولى شحنات عقار إيفوشيلد الذي طورته أسترازينيكا لعلاج مصابي فيروس كورونا. وللمزيد دائما عبر موقعنا مسبيرو.جي. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.